متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز سقس عرب، والتي أشارت إلى وجود تشكيلات من السحب والغيوم على طيلة الواجهة الغربية للمملكة. بعض من هذه السحب تطور إلى سحب ركامية ممطرة في بعض الأجزاء. على الجانب الآخر، هناك تدفق لرياح مغبرة قادمة من الأراضي العراقية ومنطقة حفر الباطن، مصحوبة بموجات غبارية متجهة إلى الرياض وبعض المناطق الوسطى، مما سيؤدي إلى تحول الأجواء ليلة الثلاثاء على الأربعاء لأجواء مغبرة وازدياد نسب الغبار العالق في الأجواء بشكل عام. هذه هي الرياح أو هذه الموجات الغبارية ناتجة عن هذه الرياح الشمالية الغربية أو الشمالية إلى الشمالية الشرقية التي تهب على المناطق الشمالية ومن ثم المناطق الوسطى من المملكة. خلال الأيام القادمة يتوقع استمرار هذه الرياح، لكنها اعتبارا من يوم الخميس تنزاح إلى المنطقة الشرقية، وبالتالي منطقة مثلا الدمام والمناطق الشرقية المملكة ربما تتعرض إلى رياح قد تثير للغبار كلما اتجهنا إلى الداخل. الأجواء هذه الليلة في العاصمة الرياض أجواء ستتحول المغبرة مع ظهور بعض السحب والغيوم، ودرجة حرارة صغرى 33 درجة مئوية، في حين الأجواء تكون حارة ولاهبة في ساعات النهار تصل إلى 46 درجة مئوية خلال طيلة أيام المقبلة، مع أجواء حارة بوجه عام وبعض الغبار العالق و33 درجة مئوية في ساعات الليل. يوصف الطقس بأنه حتى في ساعات النهار لاهب وشديد الحرارة. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأربعاء والصغرى ليلة الأربعاء الخميس. نبدأ شمالا من تبوك 42 إلى 27، في عرب 42 إلى 28، وفي سكاكم 42 إلى 30 درجة مئوية. 47 درجة مئوية متوقعة في المدينة المنورة يوم غد والصغرى 38، في جدة 34 إلى 32، تكون في مكة المكرمة 41 إلى 32، وفي الطائف من 34 إلى 27 مع فرصة ضعيفة لبعض الزخات المحلية من الأمطار. جنوبا المناطق الجنوبية الغربية هناك فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار خاصة في ساعات المساء، وتلك المرتفعات المتاخمة للجزان العظمى هناك 37 في المدينة والصغرى 29، في أبها 26 إلى 17، وفي الباحة من 26 إلى 18 درجة مئوية. قرابة 50 درجة مئوية متوقعة في الإحساء في ساعة النهار والصغرى 36، في الدمام 45 إلى 36، وفي حفر الباطن من 47 إلى 32 درجة مئوية. ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى، في الرياض 46 إلى 33 درجة مئوية، 46 إلى 31 في القصيم، و42 إلى 29 درجة مئوية في حائل. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.